أربعة أشهر على اتفاق ستوكهولم وما من تقدم ملموس تحقق، لماذا لا يعلن المبعوث الأممي فشل الاتفاق ويسمي الطرف المعرقل؟ وما هي خيارات الشرعية إذا استمر المبعوث الأممي بهذا النهج؟ أهلا بكم. أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث أن أطراف النزاع تتحرك بسرعة نحو التقدم رغم الصعوبات. جريفيث في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن بالأمس قال بأنه توصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف، وأكد قبول الحوثيين بالدخول إلى المرحلة الثانية وبانتشار قوات الأمن المحلية في الحديدة. هي المرة الرابعة التي يعلن فيها جريفيث إحراز تقدم في الاتفاق، فيما الأحداث على الأرض تقول شيئاً آخر. خروقات الحوثيين متواصلة واستهداف المدنيين لم يتوقف. عضو وفد المفاوضات الحكومي وزير الثقافة مروان دماج اتهم المبعوث الأممي بالانحياز لميليشيا الحوثي. فماذا سيترتب على ذلك؟ ما هي الخيارات أمام الشرعية؟ ولماذا تصمت الرياض وأبوظبي إزاء المواقف الرمادية للأمم المتحدة بشأن اتفاق ستوكهولم؟ ماذا تحقق من اتفاق ستوكهولم العالق بين مساعي إحياء السلام في اليمن وإنهاء الحرب وبين استمرار خروقات وعرقلة الحوثيين لتنفيذ بنوده في الحديدة؟ لا جديد على الأرض منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ غير توقف عمليات القوات الحكومية، فيما معاناة المواطنين وانتهاكات الحوثيين مستمرة. مواقف الشرعية من أداء غريفيث الذي يمتنع عن تسمية الحوثيين كطرف معرقل للاتفاق لم تعد خافية. عضو وفد المفاوضات الحكومي وزير الثقافة مروان دماج كشف في منشور له على الفيسبوك أن مسودة الترتيبات المقدمة من المبعوث الأممي تخدم ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن أداء غريفيث بخصوص الحديدة يؤثر بشكل سيء على فرص الذهاب إلى جولة مشاورات جديدة. فيما حث البرلمان في جلسته الختامية الحكومة على عدم إجراء أي مشاورات قبل تنفيذ اتفاق السويد. انحياز أممي وتهرب من إعلان فشل اتفاق السويد وفرض عقوبات على الحوثيين الذين تجاوزت عرقلتهم التنصل من تنفيذ بنود اتفاق السويد إلى الاستهداف المتكرر لمقر اللجنة المشتركة بصواريخ حرارية. دول التحالف تلتزم الصمت حيال ما يجري، وغريفيث يواصل الحديث بإيجابية عن إحراز تقدم في الاتفاق الذي لم يحقق أدنى متطلبات بناء الثقة بين الأطراف. ففي إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن أكد غريفيث توصله إلى اتفاق، وهي المرة الرابعة التي يعلن فيها التوصل إلى اتفاق، وفي كل مرة يصطدم تفاؤله بتعنت الحوثيين. وزير الخارجية خالد اليماني أعرب عن أمله بأن تكون التصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي مبنية على التزامات وتعهدات من طرف الحوثيين، مؤكدا أن الميليشيا لا تحترم المجتمع الدولي ولا تحترم التزاماتها، داعيا إلى استمرار الضغط وإرسال الرسائل المهمة لكل مكونات المجتمع اليمني بالتوحد لهزيمة المشروع الحوثي. أربعة أشهر إذن ولم يستطع غريفيث إحراز أي تقدم واختراق في مساعي السلام، في حين تتفاقم الحالة الإنسانية وتتسع رقعة استفهامات الانحياز الأممي للميليشيا على أكثر من مستوى. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن تنضم إلينا عبر السكايب من واشنطن السيدة فاطمة الأسرار الباحثة السياسية. أهلا بك سيدة فاطمة. مرحبا أستاذ وجيه. حياكم الله. مرحبا لك والضيوف الكرام. أهلا وسهلا بكم. إذن سيدة فاطمة، بالأمس صرح عضو الوفد الحكومي مروان دماج وزير الثقافة عن تقديم المبعوث الأممي لصيغة اتفاق جديد بشأن الحديدة، وقال إنها تخدم ميليشيات الحوثي. دعينا نبدأ بهذه الحلقة من هذا التصريح، كيف تجدينه؟ أنا أعتقد أنه تصعيد سواء بالكلام، يعني التصعيد السياسي هو عبارة عن ضغط طبعا الميليشيات، عبارة عن ضغط للسيد مارتن جريفيث، واللي هو طبعا يعني اتهامه بأنه منحاز للحوثي ما هوش جديد،
ومع الأسف يعني هذه أغلب التصريحات اللي هي طالعة من جريفيث لم يعني لا تبين فين هي الحقيقة. نعم سيدة فاطمة. طيب في هذا السياق، يعني إذا ما تحدثنا على أداء المبعوث الأممي، المبعوث الأممي بالأمس قدم إحاطة إلى مجلس الأمن يتحدث أن أو يعلن أن أطراف النزاع تتحرك بسرعة نحو التقدم رغم الصعوبات كما يقول. إلى أي مدى هذا حقيقي؟ نحن لا نرى أي تقدم في اليمن، يعني لو كنا واقعيين لا يوجد تقدم في مسألة الحديدة، لا يوجد تقدم في مسألة اتفاقات تعز، لا يوجد تقدم في مسألة السجناء، تبادل السجناء اللي كان موجودة. يعني كل اللي موجود هو حالة تعطيل وحالة إطالة، وهو إطالة تكتيكية تخدم استراتيجية الحوثي، لأنه القوات الحكومية المشتركة كانت جاهزة لتحرير الحديدة. ف يعني السيس فاير اللي حصل أو وقف إطلاق وقفته. النار نعم. هذا اللي كان موجود هدم نوعا ما مصالح الحوثيين وجعلهم يتعمقون بشكل أكبر في الحديدة، يعني سواء من أنهم حفروا الخنادق، تمركزوا في بيوت الناس، يعني في أكثر من مرة، فكان هناك خروقات في الحيس، في الفازة جنوب الحديدة، في أكثر يعني مناطق أخرى واقعة تحت سيطرة القوات المشتركة تم التعدي فيها على المدنيين، ولم نسمع فيها لم نسمع أي شيء ولا أي إدانة من المبعوث الأممي. فالخروقات موجودة، وضع الأشخاص في أو الناس في الحديدة لم يتحسن، والحال يعني واقف كما هو عليه، ففوق 4 أشهر ولم يقدم لم يعني لم يقدم المبعوث الأممي أي تقدم. كل الذي يحصل عليه من الحوثيين هو اتفاقات شفافية، ولا يوجد هناك أي تطبيق على أرض الواقع. طيب في هذا السياق، وكما نعم تفضل، نعم في هذا السياق الحديث على مسألة تزمين اتفاق، يعني الاتفاقات مع الإطار الزمني لاتفاق السويد واتفاقات الحديدة، ومسألة تزمين مسألة إعادة الانتشار أو ملف إعادة انتشار القوات العسكرية، في سياق أن هناك تجاذبات بين الأطراف، تجاذبات في على مستوى التصريحات من كلا الطرفين، وآخرها مثلا تصريحات الوزير دماج، يبدو أن هناك تجاذبات. كيف يمكن، ما هي الصيغة الناجعة إن صح التعبير لجريفيث حتى يعمل أو حتى على الأقل يذهب نحو النجاح؟ طبعا يعني مارتن جريفيث في موقف صعب، لكن عليه يعني أنه يستفيد ما اللي حصل في قبل. يعني ما هيش هذه أول مفاوضات ندخل فيها مع بين الحوثيين والحكومة، ولا بين أطراف يمنية أخرى متصارعة، هذه ليست أول مرة. كل مرة بنوقع في نفس الغلط اللي هو بنحاول أنه نرضي طرف على حساب الآخر، أو بنضغط في اتجاه معين. وأنا أعتقد أنه أغلب الضغط الآن ماشي باتجاه الأزمة الإنسانية لتحسين الوضع الإنساني، ولكن لا يتم أخذ بعين الاعتبار الحسابات السياسية الامبليكيشنز أو التبعات التي تحصل التي تؤثر على اليمنيين يعني من هذه العملية. فأعتقد أنه حتى تكون العملية أكثر سياسية يجب أو أكثر نجاحاً في العملية السلمية، يجب أن نبدأ بخطوات تكتيكية معقولة. البدء يعني مثلاً بالخطوات. نعم عفواً نعم يعني مسألة البدء بخطوات تكتيكية حتى ينجح الاتفاق. دعيني أتوقف عند هذه النقطة، وأشرك معنا في الحديث عضو الوفد الحكومي في المشاورات مستشار رئيس الجمهورية السيد محمد موسى العامري الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب بك سيد العامري.
إذن إحاطة جديدة لمارتن جريفيث في مجلس الأمن، كذلك للوكوك وغيرهم أيضا، كيف تنظرون إلى التطورات على المستوى السياسي فيما يتعلق بتطبيق تفاهمات أو اتفاق ستوكهولم، بالتحديد اتفاق الحديدة ومسألة إعادة الانتشار؟ حياك الله أخي، ومساء الخير لك وللجميع، للضيف وللمشاهدين. في الحقيقة نحن نعتبر أن اتفاق الحديدة ستوكهولم يعتبر اختبار، ويضع المجتمع الدولي على المحك ويكشف حقيقة هذه الميليشيات أو العصابة التي فعلا لا تريد أن تتقدم خطوة واحدة إلى السلام. الحكومة والرئاسة والجميع أبلغوا المبعوث الدولي بأنه حتى يعني يكون هناك جدية في هذه المشاورات يجب أن يتبلور اتفاق الحديدة إلى يعني إلى الواقع العملي. حتى الآن لم يحصل شيء، لا على المستوى الإنساني، لم يفرج عن السجناء والتي هي النقطة الأولى، لم يعني تتوفر قضية الممرات بشكل صحيح، لم يحصل أي انسحاب من الميليشيات. ففي الحقيقة نحن نعتبر أنه ما مجرد الإحاطة التي يعني أدلى بها البعوث الدولي هي فقط عبارة عن شرح لأعمال قام بها لكن لا ثمرة لها على أرض الواقع. نحن نتمنى أن يكون هناك يعني جدية، لكن الواقع يقول أن الميليشيات هذه لم تستجب ولم تنفذ ولو خطوة واحدة، وهذه عادة هذه الميليشيات للأسف. طيب، هذا في سياق الحديث عن العموميات، دعنا نتحدث، وهنا هناك نقطة، يعني احد نقاط الاتفاق التي كانت في ستوكهولم هي مسألة تعز والدور في تعز. هذا الأمر يبدو ان هناك جهود للمبعوث الأممي فيه، لكن الحكومة لا تتحدث عنه كثيرا. ما هو التطور او ما هي جهود الحكومة والوفد الحكومي في هذا السياق الى الآن؟ بالعكس، يعني موضوع تعز موضوع محوري ونقطة يعني أساسية في اتفاق ستوكهولم، وكانت النقطة التي تحدثت عنها الحكومة هي أنه المطلوب هو رفع الحصار. رفع الحصار مسألة موجودة في جانب الحوثي، وهو الانسحاب من الحوضان حتى يأخذ الناس حريتهم حتى يتحركوا يعني بأريحية دون أن تفرض عليهم هذه الميليشيات أي قيود أو أي حصار بطريقة أو بأخرى. هذا بحد ذاته لم يحصل، لكن بالفعل لأنه محور الاتفاق وأساسه هو الحديدة، وبالتالي الحكومة تنظر طالما قد فشل الأصل فمات له كذلك سيفشل بكل تأكيد، طالما لم نتقدم خطوة في الحديدة التي هي لب الاتفاق. وتعز كذلك يعني لا شك انها تاتي في الاهميه لا تقل عن موضوع الحديده، لكن يعني لم يحصل تقدم لا هنا ولا هنا ولا في ملف الاسرى ولا اي نقطه من نقاط هذا الاتفاق. ارجو ان تتفضل. نعم، ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا. نعم. سيد العامري، وفي هذه النقطه اداء الحكومه واداء الوفد الحكومي وجهه الحكومه احيلها لك سيده فاطمه، كيف تقيمين الأداء الحكومي في التعامل سواء إعلاميا أو سياسيا أيضا، وربما أيضا بالضغط على الأرض على ميليشيات الحوثي بشكل عام؟ كيف تقيمين أداء الحكومة في التعامل مع جهود المبعوث الأممي واتفاق ستوكهولم وبالتحديد اتفاق الحديدة وغيره؟ أنا أعتقد أن الحكومة بذلت يعني كل ما تستطيع من ناحية أنها يعني تضغط على المبعوث الدولي بحيث أنها تقوم بما يجب أن تقوم به من ناحية يعني من أكثر من جانب، الجانب الإعلامي، في الجانب السياسي لا أعتقد أنه كان في هناك أي تقصير، لكن أعتقد أنه في مشكلة أنه نحن بالسياسة اليمنية والسياسة الحكومية مع الأسف يعني مقيدة في الوقت الحالي، لأنه لا يوجد الكثير أو لا يوجد أكثر من هكذا ممكن أن تقدمه، لأنه يوجد ضغط دولي كبير على دول التحالف اللي الحكومة اليمنية يعني متشاركة معها.
فالضغط هذا نوعا ما يعني جعل صوت الحكومة اليمنية ليس بمثل يعني مش قوي كما نحن نريد. فيعني هنا عندنا مشكلة. طيب دعيني أنقل هذه النقطة إلى السيد العامري، كيف تقيم أو ما الذي تطلبونه إن صح التعبير من الشركاء في التحالف من الرياض وأبو ظبي الذين كما يبدو من خلال فهم كثيرين لمسار الأحداث توقفت المعارك في الحديدة استجابة لضغوط منهم ودخلت الحكومة الشرعية إلى المفاوضات في ستوكهولم بضغوط من الأشقاء أو من الشركاء في التحالف؟ نعم، كما تعلم أخي الكريم وكما يعلم الجميع أن الحكومة يعني تمد يدها إلى السلام وتحرص على حقن الدماء وتحرص على رفع المعاناة الإنسانية التي فرضتها هذه الميليشيات. يعني خيار الحرب ليس هو الخيار المفضل أو الذي تجنح إليه الحكومة ولا القوى السياسية، هذا الخيار فرضته الميليشيات فرضا على شعبنا اليمني وعلى الجميع، وبالتالي ليس أمام شعبنا إلا أن يدافع عن نفسه. وفي الحقيقة يعني كما يعلم الجميع أن هناك أكيد بكل تأكيد ضغوط لإيقاف عملية أو لإنقاذ الحوثيين من الهزيمة المحققة التي كانت ستكون في الحديدة. نحن نقول هذه فرصة أتيحت وللميليشيات لعل وعسى، ولكن يبدو فيما يلوح في الأفق أنها للأسف يعني لا تعرف إلا العنف ولا تعرف إلا سلوك سبيل الإرهاب والقمع والترويع، وبالتالي يعني المطلوب والمفترض أنه أن ينقذ الناس وأنه يعني إطالة استمرار هذه العصابة وهذه الميليشيات ويعني إعطائها المزيد من الوقت هو على حساب معاناة الناس، على حساب قهر الناس، على حساب ظلم الناس والتعدي على الناس. فليس أمام يعني الحكومة والشعب اليمني ومن معهم من التحالف إلا أن يكونوا جادين وصريحين في زجر وفي استنقاذ واستعادة الدولة بكل الطرق المشروعة. أشكرك سيد محمد موسى العامري، عضو الوفد الحكومي في مشاورات ستوكهولم ومستشار رئيس الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك سيدة فاطمة، برأيك إلى أي مدى كان يعني التحالف عونا للحكومة في التعامل مع الضغوط الدولية في التعامل مع مارتن جريفيث والمبعوث الأممي والأمم المتحدة بشكل عام، وإلى أي مدى كانوا معيقين تجاه أمال وطموح اليمنيين؟ أنا أعتقد أنه دور الحكومة مع الأسف مهمش. يعني عندما تتحدث الحكومة، نحن دائما في المجتمع الدولي يعتقدون أنه أغلب نقاطهم تأتي من التحالف، وهنا توجد مشكلة عندما يعتقد أن المجتمع الدولي أن الحكومة اليمنية تقوم بتقديم أولويات التحالف قبل أولويات اليمن. فيجب أن نقوم بأولا يعني أن الحكومة عليها مسؤولية كبيرة في توضيح الفرق وفي توضيح موقفها يعني مع التحالف. فهذه هي أول مشكلة يعني تواجه. طيب هل تجدين أن الحكومة راغبة في ذلك؟ يعني كان هناك قبل فترة قبل أن يعني أن تكتمل جهود الكونغرس أو نعم فيما يتعلق بمسألة إيقاف بيع الأسلحة الأمريكية للتحالف تحديدا في حربها في اليمن، كان هناك جهود أو مقالات تكتب من قبل مثلا السفير اليمني في واشنطن اتجاه أن هذه الخطوة ليست إيجابية وليست في مصلحة الشعب اليمني. إذن يبدو أن الحكومة أساسا لا ترغب في ذلك. هنا معنا مشكلة تماما. هل ترين أن الحكومة أساسا تعي هذه المشكلة؟ لو فهمتك صح يا أستاذ وجيه، في مثلا لما تكتب مقالة أنه يعني اليمنيين أنه الكونغرس الأمريكي يجب أن لا يقوم بوقف بيع الأسلحة التمديدات للسعودية،
ولا نشرح لماذا هنا تكمن مشكلة، لأنه في أغلب هذه المقالات التي قرأتها لا يتم الشرح أنه يعني كيف كان التدخل التحالف، كيف أثبت أي استقرار أو تقدم في اليمن. لم يحصل أي استقرار أو تقدم في اليمن من وقت ما دخل التحالف إلى اليمن. فاللي بيحصل أنه بعض المصالح، مثلا المصالح يعني يوجد للدول التحالف مصالح استراتيجية، وهم يحاولون أن يقدموا هذه المصالح الاستراتيجية، لكن أين مصلحة اليمني؟ فمثلا في المناطق المحررة هل نجد تركيز على بناء الدولة في المناطق المحررة؟ أنا أعتقد أن الخطوات الجديدة التي قام فيها الرئيس اليمني بعقد البرلمان كانت خطوة موفقة، وخطوات مثل هذه تبين أنه المسؤولين السياسيين يودون الرجوع في اليمن وأن لا يبقوا في الرياض، وأنهم يريدون أن يكون لهم دور أكبر في بلدهم. أعتقد من خلال هذه الخطوات نقدر أن نبين أنه في شرعية للحكومة، أنه الحكومة تقوم بدور إيجابي وتقوم بدور مهم في تقديم الخدمات للمواطنين. فهذا أول شيء. فثانياً أنه نحن يعني الحكومة اليمنية مع التحالف طبعاً في لها أهداف موحدة، وهو أن يعني أنه نحاول أنها تحاول أنها تضغط على الحوثيين للدخول في حلول سلمية، لكن لم أجد رؤية مقدمة من الحكومة تبين ما هو الحل السياسي. يعني ما زال هناك اعتقاد أنه ممكن التخلص من الميليشيات الحوثية بالحرب، لكن كما هو واضح الحرب ليس هو الحل الذي ممكن أن نقدمه، من غير أن يكون هناك ضحايا مدنيين بشكل كبير. فكيف ممكن أن نتصرف مع هذا الموضوع؟ كيف ممكن أن يعني أن ندخل فعلا في اتفاق سياسي؟ يجب على الحكومة أن تقدم رؤية. لا، وأيضا أنا أعتقد أنه الموقف الذي يقع فيه مارتن جريفيث هو موقف صعب، لأنه نحن عارفين أنه جماعة عبد الملك الحوثي لن تقدم تنازلات، مستحيل أن يقدموا تنازلات، فهم معهم الآن السلطة بيدهم، يعني يتحكمون بالبشر كما يريدون، يعني لا أحد يستطيع أن يوقفهم عن حدهم. يعني ماذا الذي يجعل أي شخص أن يتنازل عن السلطة؟ ونحن في معرفة هذا الموضوع، يجب أن تقدم الحكومة رؤية، سواء إما في مشاركة السلطة، لكن يعني رؤية ليمن لا ينفرد فيها أحد الأحزاب بالسلطة المطلقة. حاليا نحن سمحنا لجماعة الحوثيين بالانفراد في السلطة المطلقة بالمناطق الشمالية، فيجب أن تقدم الحكومة رؤيتها، بدل من أن نستنى أنه الأمم المتحدة تقدم لنا خطط فاشلة تحاول أن ترضي هذا الطرف وتحاول أن ترضي ذاك الطرف، من غير ما أن يعني يكون هناك أي شيء يحصل في أرض الواقع. نعم. طيب دعينا نشكر في هذه النقطة بالحوار سيد عبد العزيز الهداشي المحلل العسكري الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب بك سيد الهداشي. بالأمس صرح حضور الوفد الحكومي مروان دماج عن تقديم المبعوث الأممي صيغة اتفاق جديدة بشأن الحديدة تخدم ميليشيات الحوثي، لكن على الرغم من ذلك اليوم وزير الخارجية، وبعد إحاطة جريفيث بالأمس في مجلس الأمن، اليوم وزير الخارجية خالد اليمن يقول أو يشدد على ضرورة استنفاذ كل فرص السلام المتوفرة لحل الأزمة اليمنية، لأنه يعني والكلام على لسانه الضغط العسكري لم يؤدي إلى حل بعد 4 سنوات من الحرب. كيف تقيم كل هذه الأمور؟ دعني فقط انتقل مباشره الى طرابلس، لان اصحابنا والكثير يعني من المسؤولين اليمنيين ربما انهم لم يفهموا دور الامم المتحده. الامم المتحده تعمل على ارضها كل الاطراف، لكن دعني انتقل الى طرابلس الغرب. قبل اسبوع او 10 ايام كان يوجد يعني الامين العام للامم المتحده موجود في طرابلس، حينها اعلن الجنرال خليفه حفتر، أعلن أنه بدأ عملية عسكرية
فيما سمي تحرير طرابلس، وكان الامين العام للامم المتحده موجود في طرابلس. الامم المتحده يعني طالبت بضبط النفس وفي احسن الاحوال طالبت باحترام قواعد الاشتباك. للاسف الشديد الامم المتحده يعني دورها دور ارضائي، تحاول ان تصل الى حل وسط بعيدا عن الاطر القانونيه وما الى ذلك. اعود ايضا الى جمال بن عمر يعني سيء الذكر، وبدا الحوثي في عمران وهو يقول كل شيء تمام، دخل الحوثي صنعاء ويقول كل شيء تمام، بدا اتفاق السلم والشراكه ويقول كل شيء تمام، سقطت المحافظات وكل شيء يقول تمام. ادوار مندوبين الامين العام للامم المتحده في كل في جميع انحاء العالم لا يقولوا، لا يمكن ان يقول لك ان نحن وصلنا الى افق مسدود، لان مهمتهم ان يستمروا يعني في فتح باب الامل بعيدا عن نظريه التآمر. عندما يكون هناك طرفين، طرف متعنت وطرف يقدم التنازلات، دائما يسعوا الى تسعى الامم المتحده للضغط على الطرف الذي يقدم التنازلات. بالنسبه لما قاله وزير الخارجيه اليوم على انه لا يوجد ضغط عسكري، انا اتفق معه في هذه النقطه، لان الجبهات التابعه للشرعيه كل جميع الجبهات هادئه، والحوثي ينتقي الجبهه تلو الاخرى ويهاجمها، ينتقي المنطقه تلو الاخرى ويحتلها. انتقى حجور واستفرد بها والشرعيه نائمه، انتقى دمت وهاجمها واحتلها والشرعيه نائمه، والان يهاجم في الحشا، يهاجم في العود، يهاجم في الضالع، واليوم هذا بالذات سقطت مناطق في البيضاء لم تسقط منذ 5 سنوات من قبل عاصفه الحج، والشرعيه نائمه. اولا وقف اطلاق النار هو لم يكن حتى يخص الساحل الغربي كاملا، كان يخص فقط مدينه الحديده. الحوثي استغل فرصه السلام هذه ليس لانقاذ الحديده، بل سحب مقاتلين الحديده ومن عده جبهات واخذ يلتهم المناطق منطقه تلو الاخرى. الشرعيه لم تحرك ساكن، وبالتالي نتفق مع وزير الخارجيه انه لا يوجد ضغط عسكري، لان الشرعيه اصلا لا تحارب. بالنسبه عوده الى التشكيلات القتاليه الموجوده في الحديده، هي ليست تابعه للشرعيه وليست تابعه لوزاره الدفاع وليست تابعه لرئاسه الاركان، هذه تشكيلات قتاليه انشاتها الامارات، وهذه ليست المشكله. المشكله انه عندما حصل ضغط على الامارات وعلى التحالف العربي ضغطوا على الشرعيه، الشرعيه هنا مجرد كومبارس، فهي لا تملك اصدار القرارات على هذه القوات، وفي نفس الوقت تتبع التحالف، وبدلا ان تكون لدينا مصالح مشتركه مع التحالف، اصبحت الشرعيه مجرد وسيط ما بين القوى المشتركه التي انشات التحالف في الساحل الغربي وما بين الامم المتحده. الشرعيه يا سيدي في كل مكان، في اي صراع في العالم، في اي صراع في العالم، العالم يحترم من يقوم باختراق وقف اطلاق النار، لانهم يعتبروه هو الطرف الاقوى. ماذا استفادت الشرعيه من اتفاق السويد؟ لم تستفد شيء، مجرد اوقفت تحرير الحديده، اوقفت جميع الجبهات، اصيب الشعب اليمني بالياس والاحباط، سقطت مناطق اكثر، بينما الحوثي ماذا استفاد؟ اول حاجه حافظ على مدينه الحديده، استمر في عمل التحصينات العسكريه الدفاعيه في الحديده، اطمئن الى ان الشرعيه لن تقوم باي عمل عسكري او هجومي، سحب مقاتليه، وزعهم على جبهات اخرى، ومستمر في الوضع الهجومي. بالعكس انا ارى ان اذا استمر الوضع بهذه الطريقه سوف تسقط مناطق كثير، خسرنا حجور، خسرنا دمت، خسرنا اليوم مناطق في ديناء عم في البيضاء، خسرنا مناطق برضو في الزار، ونحن في طريقنا الى خسران بعض المناطق في الضالع، وربما اذا استمر الوضع هذا يستعيد الحوثي جميع المناطق المحرره. عوده الاخ محمد العامري يقول ان الوضع في الحديده يضع المجتمع الدولي على المحك، لا يعني ربما هذه نوع من الرومانسيه المبالغ فيها، يعني المجتمع الدولي عندما سقطت صنعاء ان كان، المجتمع الدولي عندما حصرت عز وقصفت ان كان، المجتمع الدولي عندما ضربت عدن ان كان،
المجتمع الدولي يجب أن تفهم الشرعية على أن المجتمع الدولي يحترم القوي. لم يقولوا لحفتر يعني توقف، ترجوه أن يتوقف. وحتى لو وقف الآن حقق مكاسب عسكرية، أصبح داخل طرابلس، أصبح على مشارف طرابلس. دائما يجب أن هناك بيتنا الشعر يقول دع المداد وفطر بالدم القاني. يجب أن يكون لن يرضخ الحوثي للسلام إلا إذا كان تحت ضغط عسكري. أما بهذه الطريقة فإن الحوثي مستفيد من حالة السلم وحالة الحرب، فهو يحدد زمان ومكان أي معركة، حدد معركة حجر وانتصر فيها، حدد معركة دمت وانتصر فيها، حدد مديرية ذي ناعم في البيضاء وانتصر فيها أو في طريقه إلى الانتصار، ونتمنى أن لا يستمر. حدد معركة العود والآن يخوض معارك وقد ينتصر، حدد معركة المريس وقد ينتصر، وهو حدد معارك في تعز وقد ينتصر، ونحن منتظرين المجتمع الدولي يتحرك لنا. المجتمع الدولي يتحرك مع القوي فقط. على فكرة أتفق، أنا أتفق مع أكثر ما تطرحه الأخت في واشنطن، كلامها إلى حد كبير يعني أتفق معه. طيب دعني أنقل كلامك أنت سيد الهداشي إليها فيما يتعلق بجهود العسكرية، إمكانيات الضغط العسكري. كيف رأيت النقاط التي طرحها السيد الهداشي بهذا الخصوص؟ الأخ الهداشي كان موفق في طرحه، يعني حط يعني فعلا سواء من الإحباطات التي نحن نشعر بها من تخاذل المجتمع الدولي، وأيضا تردد الحكومة وعدم مقدرة الحكومة. يعني الحكومة لها سقف معين وخلاص، يعني لا نستطيع تعديه. الآن المشكلة الأساسية التي نحن نقابلها أن المجتمع الدولي يرى الحرب في اليمن هي حرب السعودية على اليمن، لا يراها كصراع ما بين الأطراف المختلفة، لا يراها كنوع حرب أهلية، ولكنه يراها بالدرجة الأولى كتدخل خليجي على أرض يمنية. ويرى المجتمع الدولي أنه له مسؤولية، لأنه يقوم ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات ويعني دول التحالف. فالضغط من الشعب الأمريكي، وخاصة عندما يرون أن يعني الأطفال يموتون بقذائف مصنوعة بأمريكا ولا فرنسا ولا بألمانيا، يحصل هناك ضغط دولي ناحية السلام. وهنا يعني مع الأسف يعني أغلب حتى هذه الدول التي تريد أن تساند دول التحالف تجد نفسها في موقف أنها تقوم أيضا بانتقاد دول التحالف وانتقاد الحكومة اليمنية. هنا يسمع بشكل أكبر، يعني الحكومة اليمنية يقع عليها أيضا جزء كبير من النقد، لأنها لم تستطع أن تحسم الأمور في اليمن. ومع الأسف الحسم الذي حصل هو يعني زي ما تكلم الأخ الهداشي أنه الحسم العسكري، والمجتمع الدولي يحترم القوى العسكرية. نحن نرى نفس هذا الوضع الآن يحصل في سوريا، حيث أصبح هناك تراجع كبير. يعني الناس بدأوا يسألوا هل فعلا يعني بشار الأسد قد ممكن الآن أن نقوم بمساندة بشار الأسد، لأنه فرض نفسه على الواقع. فأنا يعني يوجد هناك تخاذل دولي، ويوجد هناك يعني كل الأطراف، سواء الحكومة، سواء المجتمع الدولي، سواء التحالف. طيب فيما يتعلق بفهم بالفهم العام لدور الأمم المتحدة، هل رفع اليمنيون سقف الآمال من الأمم المتحدة ودورها؟ حتى هم الآن يقولون أن جريفيث ينحاز لمصلحة الحوثيين، أم أين الخلل بالضبط؟ أنا أعتقد أنه في فعلا مشكلة في طرح جريفيث. يعني جريفيث يعني لما يرجع من اليمن ويتكلم على السيد عبد الملك الحوثي، وكمان أنت ترى يعني حتى الحوثيين لا ينتقدوه بنفس الطريقة التي انتقدوا فيه المبعوثين الذي قبله، فهو مضطر
أنه ينحاز للحوثيين، لأنه إذا لم ينحاز سيلقى مصير مثل مصير باتريك كامير، الذي يعني طلعوا الحوثيين كل يوم والآخر كان في مسيرة ضد باتريك كامير، اللي هو كان معين من قبل كرئيس، نعم مجلس الأمن. نعم نعم كرئيس مؤقت للجنة لمراقبة إعادة الإنشاء. الهدنة. نعم، فإذا لم يقم بهذا يعني لن يستطيع حتى أن يجلب الحوثيين على طاولة التفاوض، والحوثيين يفهموا هذا الوضع تماما ويقومون بالمساومة عليه، فكل ما يطلب منهم تنازلات كل ما يضغطوا عليه، لأنه هو كمان يعني تحت ضغط أنه يبين أنه يقوم بخطوات واقعية في عملية السلام، وكل ما وقع في مأزق يقول يعني أنه يعني ما حسبتهاش صح. تمام، يرجع يقول لك انه ما حسبهاش صح، وانه الوضع الان معقد، وانه يعني كل هذا لم يكن في ترتيبات. واعتقد هذه اعذار واهيه. فاعتقد الطريقه التي يقوم بها مارتن جريفيث في عمليه السلام هي طريقه خاطئه، واعتقد انه تركيزه على عمليه السلام من غير ما ان يرى يعني ما الذي يحدث في الواقع هو مشكله اخرى. ومع الاسف يعني اغلب التدخلات الامميه لا اعتقد انها تقوم بحساب النتائج السلبيه التي تكلم عليها الاخ عبد العزيز قبلي، مثلا يعني توغل الحوثيين في حجه، في المناطق الاخرى في اليمن، سقوط البيضاء، هذا كله لانه الضغط الدولي الذي كان او ضغط التحالف اللي كان على الحوثيين اول ما خف سمح لهم بالانتشار في الاماكن الاخرى. ويعني مع الأسف تم التعمق في الأماكن واستغلوا الأخرى ذلك هنا. في ربما التقدم تكون العسكري. الحكومة اليمنية طيب موافقة في هذا يعني في هذا السياق أو أمام كل ذلك، دعني أسأل السيد الهداش فيما يتعلق برأيك، ما هو المطلوب أو ما هو الموقف الذي يجب أن تقوم فيه الحكومة الآن تجاه هذه الجهود الأممية التي أو تجاه هذه التصريحات الأممية تجاه الوضع في الميدان أو على الأرض؟ دعني اقول لك، اول حاجه مندوب الامم المتحده جريفيث هو ليس منحاز للحوثيين بالمعنى الذي يمكن ان يفهمه احد، هو ينحاز الى الطرف المتعنت ويحاول ان يستميل قلب الطرف المتعنت، والطرف المتعنت هو الحوثي، وبالتالي هو بشكل مستمر يعني يمدحهم او يبقي شعره معاويه فيما بينهم. عوده انتقالا الى الوضع الليبي، لاحظ مندوب الامم المتحده اللي هو سلام عالميه لم يتهم على احد الاطراف، رغم انه حفتره من قبل اتفاق السلام وهو من هاجم طرابلس، لم يحمل طرف معين الا في نهايه المطاف قال ان حفتر هو الذي هاجم طرابلس. لاحظ المجتمع الدولي في الأزمة الليبية في البداية كلهم ساكتين، كانوا يعتقدوا أن حفتر سوف يحسم قضية طرابلس في خلال يومين، وبالتالي سكتوا. بعد أن ظهرت أن الحرب سجال وأنه لا يمكن حسمها بدعوا يدعوا إلى التهدئة. مفهوم الأمم المتحدة بكل بساطة هي تضغط على الطرف الأضعف، لا يمكن تحقيق سلام في اليمن بدون انتصار عسكري بين لأحد الأطراف، والذي أراه أن الحوثي هو الذي يحقق انتصارات حاليا، وهو الطرف الذي يهاجم في جميع الجبهات، بينما الشرعية لا تحرك ساكنا. يعني على سبيل المثال الحص طالبنا يعني أن الجبهات الشرعية تطلق رصاص في الجو لتخفيف الضغط عن حجور، لم يحصل هذا. طالبنا الآن بإطلاق رصاص أن الشرعية في جميع جبهاتها تطلق في جبهات البيضاء التابعة للحكومة الشرعية، جبهة قانية وجبهة ناطا، طالبنا باطلاق رصاص في الهواء او اطلاق رصاص في شنق، او عمل حركه عسكريه انتقال عسكر فقط دون للتخفيف عن الزهر وذي ناعم، لم يحصل اي شيء. الزهر وذي ناعم في طريقها الى السقوط، وبالتالي هناك مقوله تقول المدى الذي تصل فاوض على المدى الذي تصل اليه مدافعك. الشرعيه كل يوم تخسر ارض، اضافه الى انه هناك تحول شعبي ضد الحرب، بعد 4 سنوات عدنا تقريبا الى نفس نقاط القتال. المناطق المحرره محدوده جدا، وهي المناطق التي لم تسقط في الحرب اصلا، مثل مارب او مثل الجوف، حتى الجوف لم تكن سقطت قبل عاصفه الحل،
حضرموت شبوه نفس الكلام، المناطق التي تحررت هي الضالع ولحج فقط، بقيت المناطق لا يوجد فيها جديد. المفترض ان الشرعيه تنقض اتفاق الحديده وتهاجم، على الاقل تلتزم اذا تجعل الحوثي لا يسحب مقاتلين من الحديده ليهاجم مناطق اخرى، على الاقل الشرعيه تحرك الجبهات الاخرى النائمه التي نسج العنكبوت خيوطه على فوهات البنادق والمدافع فيها. على الاقل الشرعيه يكون لديها غرفه عمليات مشتركه. الحوثي يهاجم حاليا في الضالع، سحب قوات منهم ومن صرواح ومن مارب ومن مناطق ومن العدد من الجبهات ومن حرب ومن ميلي سحبين باتجاه الضالع. على الاقل الشرعيه تستغل الفرصه هذه وتهاجم في هذه المناطق. وقف اطلاق النار، انا سبق ان قلت لك ان وقف اطلاق النار قصد به مدينه الحديده وليس الساحل الغربي وحده. الحوثي يهاجم يعني على شكل اضرب واهرب او حرب عصابات في الساحل الغربي، والشرع والقوات التي في الساحل الغربي لا تحرك ساكنه، نحن ملتزمون بوقف اطلاق النار. الحل هو حل عسكري، انا لا اقول باجتزاز جماعه الحوثي نهائيا، ولكن وضع الحوثي تحرك جبهه نهم كجبهه فاصله، تحرك جبهه صرواح كجبهه فاصله، بقيه الجبهات حق صعدان جبهات يعني اعلاميات اكثر من جبهات حقيقيه. جبهه حقيقيه اصبحت خارج نطاق التغطيه بعد 4 سنوات حرروا مديريه ونص، وكان بامكانهم تحرير نصف محافظه حجه لو اطلقوا رصاصه في الجو في اتجاه مديريه مستبى. الان ممكن تسقط مناطق في الضالع، ممكن تسقط مناطق في تعز، وبالتالي يزداد الحوثي قوه ويزداد موقفه التفاوضي. يا اخي ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. نحن لا ندعو الى الحرب، ولكن الحوثي هو ميليشيات لا يفهم الا لغه السلاح، ورحم الله الشاعر عندما قال دع المداد وسطر بالدم القاني واسكت الفم واخطب الفم الثاني. اذا لم تتحرك الاسلحه فالشرعيه مهزومه وسوف تتلاشى وتنقرض حتى الارض التي تحت سيطرتها يعني تتناقص يوميا. الحوثي الان مسيطر تقريبا على 80% من المحافظات الشماليه، مسيطر على 80% من السكان اليمنيين، والشرعيه ليس لديها الا المناطق التي لم تسقط بيد الحوثي اصلا. أشكرك سيد عبد العزيز هداش الخبير العسكري، كنت معنا على الهاتف من الرياض. وفي سؤال أخير سيدة فاطمة فيما يتعلق بدور التحالف هنا أمام هذا يعني الموقف الأممي المنحاز أو المائل لمرادات الأقوى على الأرض، وهم في هذه الحالة كما يبدو ميليشيات الحوثي كما فهمت من كلامكما، ما هو الممكن أن يحدث في سياق دعم الشرعية في سياق يعني حل المسألة اليمنية، لأنه في نهاية المطاف هم يستنزفون أيضا، أتحدث عن دول التحالف. نعم، أنا أعتقد أنه دول التحالف وخاصة المملكة العربية السعودية يعني بدأت في عملية حماية نفسها فقط. يعني أنا لا أرى أنه يعني أغلب الجيش اليمني اللي موجود على حدود صعدة أعتقد أنه بالدرجة الأولى لحماية السعودية من خطر تمدد الحوثي إما للسعودية أو حماية السعودية من يعني بأكثر من جهة. فأعتقد هذا هو تركيز السعودية في اليمن، وبالنسبة لدولة الإمارات أيضا يعني تنتبه على مصالحها وتحرص على أيضا أن يعني تقوم بدور أيضا يعني إيجابي في التحالف، وبمساندة المجلس الانتقالي في الجنوب يعني يكون لها قوة أكثر وقوة مستدامة في اليمن ممكن أن نقول. فأعتقد أنه ربما اليمنيين يجبون أن يكونوا واقعيين أكثر، أنه هذه الحرب لن تحرر أو هذه الحرب لن يكون لها أي نهاية إذا قمنا فقط بالتعويل على دور التحالف فيها. فيجب أن تكون هناك استراتيجية سواء تسوية سياسية مع الحوثي أو you know أي استراتيجية أخرى يعني نستطيع فيها أن يعني نضغط فيها، حتى أيضا على الأمم المتحدة أن تركز على مواضيع مثل موضوع اللي هو نزع السلاح من الميليشيات، والحوثي كميليشيا
يجب ايضا ان يتم التركيز على نزع السلاح منهم. انا اعتقد ان الامم المتحده مع الاسف يعني تركز على الاشياء او تركز على الضغط على اما الحكومه والتحالف، ولا تركز ابدا على الضغط على الحوثيات، يعني على الحوثيين، يعني مثلا سواء الديسارمنت اللي هو نزع السلاح او عدم تجنيد الاطفال او عدم زرع الالغام. يعني هذه كلها بنود كان ممكن فيها ان يقوم مارتن جريفيث بنوع من التغيير ولم يقم به. فاعتقد انه نعم الانحياز ليس هو كما نعم. نحن نعتقده، فنحن فقط يعني انا اتفق مع الاستاذ عبد العزيز انه نوع الانحياز هذا اللي موجود من الامم المتحده هو فقط لانه ليس بيد المبعوث الاممي، يعني هو ليس بساحر يعني يستطيع ان ليس هناك ان يجعل الجميع ان يقومون نعم. اذا شكرا لك سيده نعم. فاطمه الاسرار الباحثه السياسية، كنت معنا عبر السكايب من واشنطن في هذه الحلقة، وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.